سلام مشاهدينا، اليوم ان شاء الله غادي نديروا الكيك بالكاكاو والحليب. معانا هنا شاسيه ديال خميره الحلوه، قليصه ديال الملح، جوج معالق كبار ديال الكاكاو ديال الحلوه، شاسي ديال فاني، معلقه صغيره ديال الخل، ثلاثه ديال البيضات، كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، والطحين على حسب الخليط. على بركة الله غادي نضيفو ثلاثة ديال البيضات، كاس ديال الحليب، كاس ديال السنيدة، وكاس ديال الزيت. غادي نخلطو هاد الخليط مزيان وعاد نضيفو المكونات التانيين. من بعد ما خلطنا الخليط ديالنا الاول عفوا، غادي نضيفو الفاني والكاكاو والملح والخميره ديال الحلوه والخل، غنخليوهم حتى الاخير. ومن بعد ما خلطنا المكونات ديالنا، دابا غادي نضيفو الطحين. كيف شفتو معايا هنا، راه عبرت الطحين بالكيسان باش ناخدو الكميه اللي غتكفينا في هاد المكونات. على بركه الله غادي نبقاو نضيفو الطحين. في الاخير غادي نقول لكم شحال كفاني ديال الطحين هذا الكاس الاول، ومن بعد فاش غنكمل الخليط غادي نقول لكم شحال كفاني ديال الطحين. كيف ما دابا ضفنا جوج كيسان ونص ديال الطحين هانتوما على الخليط ديالنا، احتاجينا كميه ديال جوج كيسان ونص ديال الطحين. اخر مرحله غادي نضيفو الخماره ديال الحلوه ومعلقه صغيره ديال الخل، غادي نخلطوهم في المول ديال في المونينيكس ديالنا، وغادي نخويوها في المول. المول دهناه بالزبده والطحين. بغيتو ديروا هذا المول هذا، بغيتو ديروا هذاك البلا، كيبقى الاختيار ديالكم، وان شاء الله غادي نشوفوا المرحله الجايه. من بعد ما خوينا الخليط ديالنا في المول، ها هو غادي نديروه في الفران على درجه الحراره ديال 180 لمده 30 دقيقه، اللي هي نصف ساعه. وان شاء الله غادي ندوزو للمرحله التاليه اللي غادي نديروا فيها التزيين. دابا غادي ندوزو المرحلة ديال التزيين. درنا حمام مريم وضفنا عليه، درنا كاسرونه ضفنا عليها طرف ديال الشوكولاط ديال الحلوه والزيت باش ذوبنا، ومعلقه ديال الماء ديال القهوه، قهوه المطحونه، درنا الماء طيبناها وضفنا هزينا الماء ديالو وضفنا على هاد الشوكولاط، وبقينا نخلطو حتى داب لينا. هانتوما كيف شفتو، ولا بغيتو تضيفو معلقه ديال الكاكاو كتضيفوها، المهم غادي نبقاو نخلطو حتى كيدوب لينا. ها هو، ودابا غادي نزينو به الكيك ديالنا من بعد ما نخرجوها من الفران. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالي. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، ومازال المزيد ان شاء الله. كنتمنى انكم تدقوا على الجرس الى عجبتكم الكيكه ديالي. ومعكم منيا المراكشيه، وبالصحه والراحه.